السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم نهدر غادينا الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على نبيل بن طالب. نبيل بن طالب الرجل الذي يشعل الصراع بين الأندية الفرنسية ليغ 1 في فرنسا، وين نقولوا بلي اللعاب هذا لقضية حظ، قضية حظ، قضية تاع بزاف صوالح، يعني قضية تاع مبادئ. الراجل هكا يصرى له، الراجل يصرى له كيما هكا، الراجل قليل ينجح فيهم. كاين هذاك غلام، كاين بن طالب، كاين ابراهيمي، كاين واحد، كاين سفيان هني، كاين واحد اللعابة كان اللي عنده مبادئ الله غالب ما يجيبش يتنازل عليهم، ما يتنازلوش عليهم. كاين اللي عنده مبادئ والله ما يتنازل، والله تقتلو ما يتنازل عليهم. عقلية تاعو كيما هاك، ما عندك ما دير له، براك يلقاك بعقلية، والعقلية تاعو لداخل في التيرة ولا مع الإدارة أي نادي، عقلية تاع ما غاديش نرجع الروض. وبن طالب كي تلقاه كيما هكا يقلع البيستا يعطيها لك بيها بدراهم، ما يعطيها لك بن طالب، نبيل بن طالب. أنا تبان لي يا بلي مع الإدارة، كاش إدارة ولا كي يوقف مع كي يدخل كاش إدارة ولا ما يتنازلش على خطوة. هذه اللي تبان لي كيما هكا. والراجل اللي يكون عنده مبادئ يلقى صعوبات كثيرة. وين تسارعت الأحداث خلال الساعات الماضية بالنسبة للدولي الجزائري نبيل بن طالب المتواجد في وضعية لعاب بطال حاليا، حيث يتدرب مع نادي أنجي الفرنسي من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، تحضيرات لإمضاء في نادي جديد لإنقاذ نفسه من شبح الموسم الأبيض بعد تجربة مليئة بالمشاكل مع نادي شاك الألماني. يعني مليئة بالمشاكل، مش هو نادي الألماني. وكان بن طالب غادر شالك الصيف الماضي بعد نهاية عقده شهر جوان 2021، وفشل في التعاقد مع أي فريق خلال الفترة التحويلات الصيفية، رغم أنه كان قريب من انضمام لنادي جانوا الإيطالي الذي تفاوض مع مسؤولين وأجرى فحوص طبية لازمة، لكنه رفض في آخر مقترح النادي. باش يكون على بالكم، انا قلت لكم بن طالب هو اللي رافض اقتراح تاع، هو اللي رفض باش يسني يا خاطر كان يقول لك بلي يا ودي هو رفض. وكانت عنده فاني، كان نعطيكم فاني برينتا فورد، كانت عنده يعني كان رايح للدور الانجليزي، فاني كان رفض شروط، كاين واحد الشروط حنا ما نعرفوهمش، الماناجر تاعو هو رفض. هذه باش يكون على بالكم. وإن رفض في آخر لحظة مقترح النادي بإمضاء عقد يمتد لعام واحد فقط. وكانت عدة وسائل إعلام فرنسية كشفت قبل أيام بأن الترخيص إدارة النادي أنجي الفرنسي لنبيل بن طالب بتدرب مع النادي هو تمهيد لالتحاق الدولي الجزائري السابق بفريق. لكن موقع فوت ميراكتو الفرنسي كشف بأن المشكل للنادي أنجي مع لجنة المراقبة المالية الفرنسية حالت دون تسهيل المهمة لضم بن طالب، وتمنع لجنة المراقبة المالية الفرنسية إدارة أنجي ضم لاعبين جدد وتجاوز حدود المالية الموضوعة لها لتفادي تعرض لأي عقوبات، وهي الوضعية التي ستدفع بن طالب إلى البحث عن وجهة أخرى. من إن شاء الله بربي أنا بن طالب غادي يسيب يكي بيسيب. ومن جهة أخرى قال سيباستيان دوني رئيس تحرير موقع فوت ميراكتو الفرنسي في تغريدة له على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي التويتر إن مفاوضات بن طالب وأنجي تعثرت، وكتب قائلا لا يوجد أي تقدم في المفاوضات انضمام بن طالب لنادي أنجي، وتبع لكن الخبر التحاقه بتدريبات الفريق حرك أطماع عدة أندية، قبل أن يضيف العديد الأندية من الدرجة الأولى الفرنسية والأندية الأوروبية استفسرت
عن وضعية النجم الجزائري الذي سيكون له الخيار لإعادة بعث مشواره، وهو الخبر الذي من شأنه إنهاء متاعب نجم نادي توتنهام سابقا. علاش واحد قال لهم بن طالب يكسر مقولة بالماضي. الا بن طالب مي كان محتاج دعم، الا بن طالب بالماضي عيط له، ما عيطلوش بن طالب بالماضي. كان يعيط لبن عمري، كان يلعب، ما كانش يلعب في ليون كان يعيط له، كان قادر يعيط فانيك يعطيه الدعم لبن طالب، ما عيطلوش. قال لك باللي نورمالمون كوما راحش الانجي خاطش عليه بن طالب بالماضي، قال باللي لي ما تروحوش الانجي خاطش انجي لعابه في اللي يروحوا. كاش قاع من هذا ناس اللي بن طالب انجي كسر كلمه على راه يعيط له، هو مي راه قاعد، شكون اللي نفعه؟ ما كاش لي ينفعه، يروح وين ما يبغي يدرب وين ما يبغي، ما كاش لي يحوس عليه. هاي وراي وين قال لك يتدرب معه حاليا تمهيد لانضمامه، هل ينجح؟ يعني وين يبدو ان الدولي الجزائري نبيل بن طالب يسير عكس التيار، وقد يثير ازمه جديده مع جمال بالماضي مدرب بلاده، ولم تعد علاقه بين الطرفين كما كانت في السابق منذ خسارة الأخيرة للمنتخب الجزائري في عهد بالماضي قبل 3 سنوات كاملة أمام بنين في تصفيات كأس أمم إفريقيا عام 2019. بصح بن طالب متلقاش دعم، بن طالب متلقاش دعم من عند بالماضي. يقول لك باللي كيفاش راح الأنجي، لا بن طالب راه عنده مع كاش بن طالب بن عمري، واه يساعف بالماضي. بن عمري نهار اللي جا للهداف وقال لهم لي توشينا احنا كلي توشى بالماضي، ولي توشى لي توشي بالماضي توشينا احنا من الحق، وخاطش عليه كان في الفريق وكان يجيبه يلعبه. شكون اللي حياه بن طالب بالماضي؟ اونترينر واحد اخر يحترم قواعد اللعبه، ما يعيطش الواحد ما يلعبش. بن امريكي قاعد يدافع في الهداف على بالماضي، عنده الحق قاعد يدافع عليه، خاطش بن عمري راح انتقال ليون ما لعبش، ما لحقش 3 سوايع لعب. بصح بن طالب مكاش ما تلقاش دعم من عند اي واحد، باش يجي يخرج القواعد يقول لك او لو نورمالكو ما راحش خاطش عليه بالماضي، قال باللي لازم ما تروحوش الانجي وما تنجحوش في انجي. وقرر اللاعب خط وسط خلال الساعات الماضية الانضمام إلى تدريبات نادي أنجي الفرنسي في انتظار وصول لصيغة اتفاق مع مسؤولي النادي والتوقيع معه بشكل رسمي. هي ما غاديش يسنيه، حنا ما نقولوا بلي كان باغي يسنيه منا منا، بصح ما غاديش يسنيه. قال وين شاهدنا وين بالماضي، وين قال أن ذاك هناك مشكلة يعاني منها الجزائريين بين صفوف هذا الفريق، رغم أن مملوك للجزائري سعيد شعبان. واستشهد بقوله هناك صعوبة عديدة وجدها يوسف بليلي وهيثم لوصيف وفريد ملالي. بصح يوسف بليلي وهيثم لوصيف وفريد ملالي هذو لاعبين طلعوا منا من البطولة الجزائرية، ايش غادي نقولوا لكم؟ دروك حنايا دروك يستعد وين نقولوا وين دروك يقول لك باللي وين فشل في حصول على فرصة مع هذا النادي رغم أنه غير مصنف في الدوري الفرنسي، غير مصنف في الدوري الفرنسي يا سيمومن، غير مصنف في الدوري الفرنسي، بصح عطينا عليه غير مصنف في الدوري الفرنسي، ماذا بيك؟ شي جايين هنايا جايين تقراو علينا في اللوحة تاعكم، بصح عطونا عليه. عطونا بلي هاد اللعابه اللي طلعوا من الشامبيونات تاع الجزائر على ما نجحوش، على ما نجحوش في انجي، على ما نجحوش. وين المالك تاعها جزائري وحل بيبان للعابه، حل باب البلايلي وبلايلي ما نجحش، ما عرفش يلعبوا، ما عرفش نجوم. لو هذاك لوسيف ولا ماكسيمو تاع بارادو هو ملالي تاع بارادو كلش الا يلعبوا ما عرفش يلعبوا، يا سيمومن انتظروا ما عرفناش راك تدافع على جمال بالماضي ولا ماشي باغي
بن طالب يجي المنتخب الوطني مشي باغيه كاع يلعب ولكن اكونتيتو فرصه مي كان مع الشعب وعيطوا له كوم يلعب دوك دو ماتش ولا عيطوا لك وعيطوا له. كيما نهار اللي بن عمري لعب 36 دقيقه الغدوه ان شاء الله كان وصلته الاستدعاء جا لعب بالك تعقلوا عليها كونت زيمبابوي عمار حوزو ما بقى انت باغي كي راكم باغي اللعابه كي لعب تجي استدعاء الانجي ما يروحش ولا كي راكم باغيين ولا لا بصح الله يهديكم بركه.